أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف أنه إذا منع ولي الأمر من قيام عمل خيري ألا نسمع كلامه ولا نطيع ما أمر به؟ يا أخي، ولي الأمر ما يمنع، ولي أمر المسلمين ما يمنع فعل الخير، إنما يمنع بعض التصرفات من بعض القائمين على الجمعيات أو على تبرعات، يمكن عندهم تصرفات ما هي بسليمة، فولي الأمر يمنع من هذا. أما أنه يمنع الناس ما يتصدقون، ما أظنه. يمنع الناس ما يصلون أرحامهم، ما أظنه. يمنع الناس ما يطعمون الجوع أو يكسون العراة، ما أظنه يمنع من هذا إن شاء الله. لكن يمنع بعض التصرفات التي قد يكون عليها ملاحظة. نعم.